ينضم إلينا من على الحدود السعودية اليمنية مراسلانا سعود الخلف من نجران وعادل العيدان من جازان. ورحب بكما. أبدأ معك عادل، إذا كان هناك من تطورات جديدة هذا اليوم. نعم خالد، أهلا بك. طيران مكثف لقوات التحالف باتجاه اليمن، وكذلك طائرات الأباتشي للقوات السعودية التي تمشط الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن. بين حين والآخر نسمع قصف متواصل على بعض الأماكن وبعض الاتجاهات. يبدو أن هناك محاولات لإطلاق بعض المقذوفات العسكرية باتجاه الحدود السعودية. كما تعلم أن تلك المقذوفات ليست ذات مدى بعيد، فهي تسقط بالقرب من الحدود، وبالتالي الحمد لله لم يقع أي ضحية ولم تقع أضرار ملموسة. هذا في الوضع الميداني. كما تسمع الآن هذه طائرات التحالف نسمعها بين الحين والآخر بشكل متواصل خلال الساعتين الماضيتين على الأقل. خالد، ماذا عن نجران سعود؟ إذا كان هناك من تطورات أيضا جديدة بالتزامن مع مؤتمر جنيف. أهلا خالد، يعني الوضع أكثر هدوء من جازان. في داخل نجران الوضع لا يوحي أبدا بوجود حالة حرب على الشريط الحدودي. أما على الحدود فليلة أمس كانت هنالك بعض المناوشات من بعض الحوثيين الذين حاولوا تجاوز المنطقة المحظورة، وتم الرد عليهم بشكل قاسي. هناك طلعات جوية من قبل قوات التحالف أو قوات المشتركة السعودية كانت تضرب في مواقع محددة ومنتخبة في العمق اليمني، إضافة على طائرات المراقبة التي تمسح أيضا الشريط الحدودي. كما تشاهد أنا الآن في إحدى الشوارع الرئيسية في نجران، يبدو أو تبدو الصورة أكثر وضوحا بأن الوضع طبيعي، الناس تسير تمارس حياتها بشكلها الطبيعي، لا يوجد هنالك ما يقلق أو حتى يسجل كملاحظة. وليس هناك في داخل أي نجران. اختلاف في استعدادات الناس لدخول شهر رمضان في نجران هذه السنة؟ هو شيء طبيعي انه الان يستعدون كل سنه قبل رمضان بيوم او يومين، تبدا الناس بالذهاب الى الاسواق لاخذ الاحتياجات الخاصه بشهر رمضان المبارك. وان شاء الله يعني سننتقل الى بعض هذه المواقع بعد غد، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان. وانت بخير سعود. عادل، من خلال جولتك ايضا على المناطق الحدوديه التي كانت تشهد يعني بعض المناوشات والمواجهات، هل هناك أي اختلاف من منطقة عن أخرى؟ إذا ما تحدثنا مثلا عن الحرة في مقابل الطوال والقرى المحيطة بها. طبعا سمعنا الآن قصف من المدفعية السعودية، يبدو أن هناك تحركا حوثيا يواجه، أو على الأقل لنسميها هي، أو كما قيل لي هي، هذه القذائف تطلق باتجاه الجبال اليمنية لإخراج الفئران من جحورها، وبالتالي عملية استكشاف إذا ما كان أي تحرك من قبل ميليشيا الحوثي أو حتى قوات المخلوع صالح. خالد، دعني أقول لك أولا أنك ورطتني مع بعض الشباب في مدينة جيزان الذين يريدون إجباري على يعني الأكل في بعض أماكنهم أو بعض أطباقهم، هذا أولا. بالنسبة لي الحياة جدا طبيعية حتى في القرى الحدودية، فما بالك في المدينة جازان التي هي آمنة ولا أي مظهر لمظاهر حرب كما شاهدت قبل قليل بالتقرير. أما عن القرى والمناطق الحدودية فالأهالي يذهبون، نحن نعد اليوم تقريرا إن شاء الله قد يكون يوم غد في نشرة الرابعة إن لم يكن جاهزا اليوم، عن الاستعدادات لدخول شهر رمضان. لم يفصلنا يعني يوم أو يومين على الأكثر بيننا وبين شهر رمضان، فبالتالي الناس تخرج تتسوق كما هي العادة، ونريد أن نرى كيفية عملية التسوق والتجهيز لشهر رمضان بالنسبة للعادات والتقاليد
والتقاليد الجازانية هنا في منطقة جازان. ولكن خالد دعني أيضا أن أوضح نقطة مهمة جدا لربما سئلت عنها أكثر من مرة، وهي عملية أنه أنتم تتحدثون عن صواريخ، أنتم تتحدثون عن مقذوفات. هذه المقذوفات هي ليست كما صاروخ سكود أو كما الصواريخ الكبيرة التي لديها مدى بعيد، فبالتالي أريد أن أطمئن من يشاهدنا على الأقل بأنه نحن نتحدث بصيغة على الأقل عسكرية، المدى لا يتجاوز 9 كيلومترات في أبعد الأحوال، فبالتالي القوات السعودية حينما تكثف من قصفها أو نسمع هذه المدفعية هي تجبر ميليشيا الحوثي أو تجبر قوات صالح على التقهقر إلى والرجوع إلى العمق اليمني، فبالتالي لا يكون هناك مسافة وتحتاج إلى مسافة بعيدة حتى يصل هذا الصاروخ أو المقذوف العسكري. هذا من جانب الإطمئنان خالد. سعود، يعني القرى الحدودية أيضا في نجران، هل هناك تغير أو أي اختلاف في أوضاع حياة الناس يعني خلال هذين اليومين أو الأيام القليلة؟ طبعا المنطقة الحدودية التي يعني بها المناوشات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع لا يوجد فيها أحد من السكان، ولكن كل المنطقة، منطقة نجران، تعيش حالة طبيعية إلى أبعد الحدود. كل ما يذكر، كل ما تسعى ميليشيات الحوثي وميليشيات المخلوع بتشويه الصورة أو رسم صورة مشوهة من مخيلتهم فهي كلها تذهب هباء منثورة. لا يوجد ما يقلق، الناس تعيش بشكل طبيعي، تمارس حياتها مثل ما قال عادل، راح يعد تقرير لاستعدادات رمضان، أيضا سنعد تقرير ونكون على الهواء مباشرة من أماكن تؤكد هذا الكلام، وبأن المنطقة يعني كلكم تتقضوا رمضان آمنة بشكل كامل. أكيد هذه فرصة الآن. عادل بيسوي لنا تقرير عن الأكلات الجزائرية أكيد. أكيد بالتالي خالد، أنا إلى الآن أنا خاف أرجع. أنا أخاف أرجع للكويت. هنا أكثر وزي. هنا أكثر الشو طيب واحد واحد هنا أكثر يا خالد، في نجران الوضع مختلف. طيب تفضل يا عادل قول. أقول لك أنا أخاف أرجع للكويت وزايد وزني، فبالتالي يعني بسم الله ما شاء الله الأطباق جميلة إلى الآن التي استطعنا أن يعني أن نتذوقها على الأقل. طيب الله يعطيكم العافية، عموما كل عام وأنتم عادل. الله يعافيك يا رب. عادل عادل الأطباق كلها في السعودية يعني يمدحوها، لا تخاف. طيب شكرا لكم عموما سعود الخلف من نجران وعادل عيدان من جازان.